اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرسل فيها ابرز ما نشرت الصحف العربيه والعالميه، ولكن بعد قراءه اهم العناوين. جاء في موقع الهيئات حسب مسؤولين بريطانيين طهران تستخدم فرق اغتيالات لاسكات منتقديها والتدخل في العراق. في المدى نطالع العراق يعتزم تقديم خطة استغنائه عن الكهرباء الإيرانية إلى الأمريكان. ونتصفح في موقع كتابات قيادي في الوطنية يتهم عبد المهدي بتقديم حلول ترقيعية في النهاية سيغادر إلى فرنسا. جاء في جزيرة نت الحزب الديمقراطي تزايد احتمالات البدء بعزل ترامب. ونقرأ في العربي الجديد تلوث مياه الشرب يهدد حياة آلاف العراقيين. ونطالع في القدس العربية السنة 11 يفشل في الاتفاق على قضايا اللاجئين والدستور وإعادة الإعمار. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، المدعي العام الإيراني يقر بتبييض أموال ويطالب ظريف بأدلة على اتهاماته. أهلا بكم. انخرطت ميليشيات الأحزاب الشيعية تحت فتوى الجهاد الكفائي وانضمت إلى كيان الحشد الشعبي لتعطي غطاء سياسي، ومن ثم تنتقل إلى تحرير المناطق السنية من احتلال تنظيم داعش الإرهابي. وتطور الأمر إلى أن تتشارك قوات الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة في الهجوم على تلك المناطق، وكان الجهد الحربي في الغالب يقع على عاتق القوات الأمنية الرسمية مدعومة بغطاء جوي دولي فور انتهاء تلك المعارك وتحرير السكان من قبضة الإرهاب. تأتي قوات الحشد الشعبي لتمارس عمليات التنكيل والتدمير لما تبقى من سكان تلك المناطق وأراضيهم، ومن ثم منع السكان المهجرين من الرجوع إلى بيوتهم من جديد، كما حصل في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل وتل عفر في الموصل، وكما حصل في العديد من المناطق السنية الأخرى التي لا يتسع المقام لحصرها بحسب الكاتب علي دل علي في مقال له بموقع عربي 21. الحشد الشعبي في العراق هو نموذج مقارب للحرس الثوري في إيران، فهو قوات غير منتظمة في جهاز الدولة وتأخذ مخصصاتها من الدولة، ولها سلطة أعلى من سلطة الأمن لتحافظ على المكتسبات السياسية لجناح سياسي معين تدين له بالولاء على حساب الوطن والمؤسسة الأمنية، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً وجودياً لكيان الدولة وسلطتها. أضف إلى ذلك ولاء تلك المؤسسة إلى دولة إيران المجاورة، ومن ثم يمهد لفرض قرار سياسي ووجود عسكري بالقوة على حساب مقدرات وإرادة الدولة الوطنية. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن الموازنة المالية العراقية في سنة 2019 وحدها أقرت في قراءتها الأولية مبلغاً وقدره 1,741,000,000 دولار لهيئة الحشد الشعبي، وهو المبلغ الذي يذهب كرواتب ومخصصات للحشد الشعبي، والذي فيه حوالي 40,000 مقاتل ليس لهم عمل، فقط يأخذون الرواتب دون أي دور يذكر إلا وقت الأزمات السياسية والحاجة الإقليمية لوجودهم، فضلاً عن زهاء 100,000 مقاتل لهم وجود في الشارع العراقي في مختلف المناطق من البلاد. مما يجر ذكره أيضا أن الحشد الشعبي بعد انتفاء الحاجة لوجوده، خصوصا بعد تحرير العراق بالكامل، أصبح قوة أعلى من الجيش والشرطة وله نفوذ اقتصادي أيضا، فضلا عن السياسي متأسس مع كونه واقعا يفرض نفسه على الأرض. جاء في المدى ما وجه الشبه بين فلاح السوداني ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جوين. سأجيبك قبل أن تحتار. كل منهما وراء القضبان، هذا أولاً. أما ثانياً فإن الرئيسة الكورية وصلت
مدة حبسها إلى 32 عاماً لأنها تهمت بتبذير مبلغ 3 ملايين دولار، بينما الوزير المؤمن فلاح السوداني سيشمل بالعفو العام وسيعود إلى بلاده بريطانيا آمناً مطمئناً. الفرق بين الاثنين أن فلاح السوداني يعيش في بلاد تقدس مجاهديها وتعتبر الاقتراب منه مخطاً أحمر. وماذا يعني أن لفلف السوداني مليار دولار مثلاً من أموال العراق وهو بلد غني؟ لفلف مسؤولوه المؤمنون مبلغ 1 تريليون دولار في مشاريع وهمية بحسب مقال الكاتب علي حسين في المدى العراقية. وأنا أقرأ خبر شمول السوداني بالعفو العام تذكرت جلسة الاستجواب التي عقدها البرلمان عام 2009 التي ظهر وزير التجارة آنذاك فلاح السوداني مبتسماً يوزع النظرات بوداعة ومودة، يوضق الأوصاف الحميدة على مساعديه الذين وصفهم بالأبطال لأنهم استطاعوا بشطارة أن يجعلوا العراقيين يهضمون مواد غذائية غير صالحة للاستخدام البشري، ولأنهم أناس أفاضل لم تتلوث أيديهم بدماء الغير، وكل ذنبهم أنهم حولوا أموال الحصة التموينية إلى حساب خاص بالسيد الوزير وأقاربه، ثم أعلن لنا برقة متناهية أنه يسامح كل من أساء إليه، فحساب هؤلاء المورضين عند الله حيث سيلقاهم الوزير المؤمن بوجه أبيض. كنت أنظر إليه وهو يتحدث بصوت خاشع قانع بأنه يتعرض لمؤامرة تقودها قوى عميلة لإفشال مشروعه النهضوي، ولم ينسى أن يحذر من الأجندات التي تلاحقه ليل نهار. فلاح السوداني بدا لنا آنذاك رجلا بسيطا وهو يقسم بأغلظ الأيمان هناك مؤامرة تريد أن تقضي على مستقبله السياسي. كان يريد من النواب ألا يصدقوا تقارير لجان النزاهة لأنها نوع من الفسق يصيب كل من يقترب منها. المقال يضيف: ولأن السوداني رجل شديد الذكاء أوصلته فطنته إلى أن يشد الرحال إلى بلده الثاني بريطانيا التي يحمل جنسيتها لكي يستثمر أموال الحصة التموينية هناك في مشاريع خيرية، مستفيدا من سماحة القضاء ووداعته الذي انتصر في النهاية لفلاح السوداني الذي سيفلت مثلما فلت النصراوي وصلاح عبد الرزاق وأيهم السامراوي والمئات من الذين حولوا ثروات العراق إلى جيوبهم الخاصة. يعاني أهالي العديد من مناطق بغداد فضلاً عن محافظات عراقية أخرى من مشكلة تلوث مياه الشرب التي تسببت بأمراض خطيرة، في حين لم تبدي السلطات المسؤولة أي تحرك لمواجهة هذا العضال وهذه المشكلة الحاصلة في العراق. قال المسؤول في دائرة الماء والمجاري غانم المسعودي للعرب الجديد إن أوضاع مشروعات مياه الشرب في وضعية خطيرة للغاية. المياه التي تدخل مشاريع التصفية تؤخذ من نهر دجلة، والنهر يعاني أصلا من تسرب المجاري إليه ما يتسبب بنسب تلوث عالية، وهناك تكسرات أصلا في شبكات المياه ومن خلالها تدخل مياه المجاري ومياه الأمطار إلى الشبكات وتختلط بمياه الشرب، فضلا عن أن مشاريع تصفية المياه لا تصفي بشكل جيد. ويؤكد أهالي بغداد أن التحليلات المخبرية التي أجروها لمياه الشرب أظهرت نسباً مخيفة من التلوث. وقال حسين الأعظمي للعربي الجديد: لا نستخدم مياه الشرب مباشرة بل ندخلها إلى منظومة التنقية التي تعمل بالأوزون، لكن رغم ذلك بلغت نسب التلوث نحو 600 درجة وفلاتر المنظومة لا تعمل بسبب ارتفاع النسب. وأضاف: سجلت أمراض عديدة في منطقة العظمية وغيرها من مناطق بغداد، وقدمنا شكاوى إلى الجهات الصحية وأمانة بغداد لكن لم نشهد أي تحرك. لون الماء الذي يصلنا أزرق والجهات المسؤولة لا تفعل شيئا لإنقاذ حياة المواطنين خاصة الفقراء منهم ممن لا يستطيعون شراء مياه الشرب المعبأة. وحذرت وزارة الصحة من استمرار ضخ المياه الملوثة لمنازل المواطنين. وقال المسؤول في وزارة الصحة أمجد العساوي للعرب الجديد:
إن التقارير التي وصلتنا من المختبرات أظهرت خطورة استخدام هذه المياه في الشرب أو الطبخ، ووصلتنا حالات صحية أخطر وخطيرة بسبب هذا التلوث، وأكد على ضرورة أن تتحمل أمانة بغداد والجهات المسؤولة مسؤوليتها الكاملة، وأن تعمل على إصلاح الخلل فوراً، والبدء بمشاريع تصفية جديدة تلبي حاجة الأهالي من المياه الصالحة للشرب. طلت حالة التردي في مؤسسات الدولة تسبق أي خطوة إنتاجية أو عملاً بنيوياً يخدم مصالح المواطنين، وقد تراكمت أزمات المواطنين في كافة نواحي، وأصبح الغضب الشعبي بحدود الانفجار. بالتأكيد أطراف السلطة تدرك هذه الحقائق جيدا، لكنها تتعامى عنها دائما، وقد انسحبت لكل المكانات، وقد أصبحت المواقع الأدنى من مراكز القرار تحمل مسؤولية فشلها لمركز السلطة، وهي التي لديها من الصلاحيات والإمكانيات ما يجعلها لو أرادت أن تحقق منجزات أو منجزا يذكر يحترمها الإنسان، لكن هذا لم يتحقق عبر السنوات، وهذا ما حصل فعلا في العراق من مأساة ومشاكل. هذا مقال للكاتب جاسم مراد في موقع كتابات حول الفساد الحكومي. لو تحسست ضمائر من يعنيهم الأمر حالة طلاب المدارس الابتدائية في محافظة الديوانية وهم يجلسون على الأرض بخيم متهالكة وغرف من الطين تسمى عبثاً صفوفاً مدرسية، لكان من الممكن أن يجدوا الحلول. ولو تساءل هؤلاء المسؤولون في مجلس المحافظة بأن أولادهم مع مجموعة هؤلاء التلاميذ المساكين، فكيف ستكون الإجابة؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول من دولة مواردها الشهرية من النفط وحده نحو 10 مليارات من الدولارات إن لم تكن أكثر، وفي هذا الزمن ذاته وطلاب بغداد وبعض المحافظات الصغار يتحملون وحدهم إسقاطات السلطات وعبث الحاكمين وعدم الثقة ببعضهم البعض، كيف سيكون حكم الزمن والتاريخ عليهم؟ أجزم بأن هؤلاء الصغار من التلاميذ الذين يفترشون الأرض ويتعلمون في غرف الطين والخيم الممزقة البالية ووحدهم يتصدون لحرارة الشمس وقساوة مناخ الشتاء لم يزرهم أحد من مسؤولي المحافظة ولا مجلسها العتيد ولا أحد من وزارة التربية ولا عضو من مجلس النواب. كاتب يضيف: فتلاميذ الطين بالديوانية غضبهم يصل للسماء، وهو غضب مستجاب ويهدم عروش الصبات ويهدم ويحطم السيارات المضادة للرصاص كما يصف الكاتب. لو استخدمت نصف أثمانها لما انتعشت مدارس الطين والخيام الممزقة. عاش تلاميذ الطين وعاش العراق ولتسقط الصبات. مسيرة التعامل مع ملف حقوق الإنسان منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، حيث شهدت الكثير من التحديات وواجهت العديد من الانتقادات والتساؤلات، ولا زالت وبعض هذه التحديات والانتقادات والتساؤلات تعلقت بموضوعات عامة وأخرى ارتبطت بقضايا بعينها، وسوف نكتفي هنا بالإشارة إلى ما هو عام مع إعطاء أمثلة محددة هنا وهناك، حيث هذا كان مقال للكاتب وليد محمود في الحياة بالعيد 70 لإعلان حقوق الإنسان. تعرض العامل الدولي مع موضوعات حقوق الإنسان للتساؤل الجاد عن مدى نجاح منظومة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي في تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، وما بين الحقوق الفردية من جهة والحقوق الجماعية من جهة أخرى. واعتبر ذلك انعكاساً لنشأة وتأسيس منظومة حقوق الإنسان العالمية في سياق معطيات منظومة قيمية بعينها، وليس نتاج تفاعل منظومات قيمية متنوعة تنتمي إلى ثقافات مختلفة ذات معطيات قد تتداخل وقد تتقاطع، ولكنها ليست بالضرورة متطابقة، وأحياناً تجاه بعض الموضوعات ليست بالضرورة حتى متشابهة.
وبالإضافة إلى ما تقدم فقد عجزت تلك المنظومة عن التعامل بفاعلية مع مسألة العقوبات المفروضة بشكل أحادي من دول تجاه دول أخرى بدون أي مسوغ من الشرعية الدولية أو القانون الدولي، وبدون إقرار من المجتمع الدولي. ولم تفلح الجهود في الحد من تلك الظاهرة وفيما أفرزته من آثار سلبية على قدرة الشعوب التي تعرضت لتلك العقوبات من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. من الأمثلة التي نشير إليها هنا في مجال الانتقادات الموجهة للمنظومة الدولية هي تجمد أو تراجع حالات حقوق الإنسان في بعض مناطق العالم من حيث الانتهاكات التي تتعرض لها، وكذلك الحديث عن عجز تلك المنظومة أحياناً عن التصدي لانتهاكات تستهدف فئات بعينها، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تستهدف أحياناً فئات المهاجرين أو اللاجئين أو النازحين في مناطق متعددة من العالم بشكل عام. جاء في القدس العربي: ما زالت فرنسا الميدان الذي يمكن من خلاله بوضوح اختبار المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع، وما يحدث فيها يعد مؤشرا مهما لاتجاهات الحراك الاجتماعي على الصعيد الأوروبي والعالمي. فبعد عقود من تسيد المقولات الثقافوية والهوياتية في تحليل المجال العام، تقوم حركات مثل السترات الصفراء بإعادة إحياء تقليد احتجاجي عريق انطلق تاريخيا من فرنسا، حيث يتمثل بنصب المتاريس في الشوارع والدخول في مواجهات مفتوحة مع السلطة، وهو التجسيد الأكثر التصاقا بالمخيلة لفكرة الصراع الطبقي، ما ينبئ بعودة العامل الاجتماعي بقوة مرة أخرى في عالم اليوم. هذا مقال للكاتب محمد سامي في القدس العربي حول الاحتجاجات الفرنسية. على الرغم من أن نصب المتاريس هو عادة أصيلة في الاحتجاج المدني، إلا أن كثيراً من المعلقين شبه حركة السترات الصفراء بالثورة الجاكية، أي ثورة الفلاحين الفرنسيين التي انطلقت عام 1358 ضد طبقة النبلاء إبان حرب المئة عام. ويمكننا بالفعل أن نجد عدداً من نقاط التشابه بين الحدثين. ما ينتفض اليوم برأي الكثيرين هو فرنسا الطرفية، أي المناطق شبه الريفية والضواحي المهشمة ضد الهيمنة الطبقية والثقافية لنخب المدن الكبرى. المنعطف البيئي الذي يسعى عدد من الحكومات الأوروبية لتحقيقه بالتماهي مع ثقافة الشعور بالذنب ونمط الحياة الأخضر الذي تتبناه الفئات الأكثر حظاً على السلم الطبقي، تثبت أن أول من يدفع تكاليفه هي الفئات الأفقر، وينعكس سلباً على حياتها وقدرتها الشرائية وفرص عملها. وبعد عقود من تحطيم حقوق العمل، يبدو أن حقوق الاستهلاك للطبقات الدنيا هي ما يؤرق اليوم أخلاقي الخطاب التربوي، فرفع الأسعار لتحقيق الأهداف البيئية لا يؤثر على معدلات استهلاك الفئات العليا، بل سيؤثر أولاً وأخيراً على الاستهلاك الشعبي الواسع للأقل دخلاً. عالم يركب فيه العمال السيارات ويطورون فيه خياراتهم الغذائية والاستهلاكية، وهو من مخلفات دولة الرفاه طبعاً التي يجب تصفيتها، وهي المهمة التي يؤديها رفع أسعار المحروقات والطاقة واللحوم وضرائب السكر بحجج بيئوية وصحية وثقافوية تعزز النرجسية والأخلاقوية للنخب. وإذا كان تلاعب وغش الشركات الكبرى هو المسبب الأساسي والرئيسي لارتفاع نسب التلوث البيئي، مثل فضائح شركات السيارات وإزالة الغابات لاستخراج الفحم الحجري كما يحدث حاليا في ولاية هامبورغ الألمانية، فإن الفقراء كالعادة هم من يجب أن يدفعوا الثمن. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سوهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
بعيدا عن السياسة، منح جيش الأمريكي شركة مايكروسوفت عقدا بقيمة 480 مليون دولار لتزويد الفرع العسكري بما يصل إلى 100,000 نظارة هولولينز المعززة للواقع لأغراض التدريب والقتال. ووفقا لوكالة بلومبرغ، حيث تفوقت مايكروسوفت على شركات رائدة أخرى في مجال الواقع المعزز مثل ماجيك ليب التي سبق أن أعلنت أنها ستنضم إلى عملية تقديم العطاءات في سبتمبر أيلول الماضي، لكنها لم تفعل. وكانت لمايكروسوفت اليد العليا مع تركيزها في المقام الأول على أسواق الشركات على عكس ماجيك ليب التي ركزت على السوق الاستهلاكي الذي لا يكاد يوجد أصلا. وكانت مايكروسوفت قد باعت سابقا بعض تلك النظارات للجيش، لكن هذا العقد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك أو أبعد من التعاون السابق، ويمكن أن يوسع إلى حد كبير النطاق الذي يمكن أن تبلغه هذه النظارات. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.